مش عارف انا ايه الناس اللي بتتوتر قبل الماتشات دي. الزمالك بيغفل الرجاء البيضاوي وبيكسبه 1-0 في المغرب علشان تكون المغرب تحت سيطرة مصرية بعد فوز الاهلي على الوداد، والزمالك عرضها في السيمي فاينال في مباراة الزمالك شوتها الاول ادارها بشكل مش طبيعي، والشوط التاني الرجاء اظهر انه فريق كبير. هنتكلم كلام كتير عن الزمالك والرجاء، فلو مش في الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا. حطني رقم واحد في القصيم. بعد كمية توتر وقلق كبيرة و48 ساعة ما نمتش فيهم غير 10 ساعات بس، والزمالك بيمغص بطننا وضغط يعلى وضغط يوطى ولخبطة كبيرة. الزمالك كمان بيخش بالتشكيل، أنا أول ما شفته اتخضيت. مفاجأتين ما كنتش متوقعهم تماما قبل المباراة، عارف إن فرجاني ساسي ومحمود علاء الاتنين غايبين عن المباراة، قلت خلاص تمام هيلعب بدلهم في نص الملعب مثلا زيزو جنب طارق حامد، ويلعب ونجم ويلعب في الدفاع بدل محمود علي محمد عبد الغني. لكن كانت جت المفاجاه كمان ان حازم امام مش جاهز، ومرضيش الطبيب بتاع الزمالك يجازف بيه، ما ادريش مسكنات تبدا ماتش ويبدا باحمد عيد. فكانت تشكيله غريبه، بدل ابو جبل احمد عيد عبد الله جمعه محمد عبد الغني الونش قدامهم بيلعب بطارق حامد واسلام جابر مش زيزو، ودي حاجه مش مطمناني تماما قبل المباراه. بيلعب قدام اوباما على الشمال، بن شرقي على اليمين، زيزو قدام مصطفى محمد. الزمالك اللي كان عاجبني طول المباراه وطول الشوط ان هو مش مندفع. باتشيكو داخل المباراه عارف هو عايز منها ايه، مرصص لعيبته كويس جدا، واقف مع لعيبته كويس جدا، مدي لعيبته تعليمات كويسه جدا جدا جدا، ومحفظهم اللي عايز يعمله بالظبط. دي حاجه مميزه جدا جدا عند باتشيكو. الناحيه الثانيه الرجاء. الرجاء بدا بتشكيل المتوقع اللي هو 4-2-3-1، بدر الزناتي قدامه حداد، بدر بانون ناحيه اليمين، مدكور ناحيه الشمال، نجاه بيلعب اتنين في نص الملعب اللي هم المعروفين العرجون وفابرس نجويمه، قدامه محسن الرباعي ومحسن متولي عبد الله حفيظ سفيان رحيمي وبن مانانجو. التشكيل بتاع الرجاء او شكل الرجاء الشوط الاول، الزمالك ادى ان شكل الرجاء مكتوف الايدي. ازاي مكتوف الايدي؟ هقول لك ازاي مكتوف الايدي. اول حاجه كان بيعملها الزمالك وكان مميز فيها جدا جدا جدا، وهي قفل كل زوايا التمرير على لعيبه الرجاء. كنت كل ما تلاقي كوره لعيبه الرجاء والرجاء ماسك كوره في رجله، لعيبه الزمالك بتبتدي تترصص صح، ما تخليش الرجاء يديله مساحه انه يطلع بالكوره كويس او يلاقي مساحه او زاويه تمرير. ودي كانت حاجه كويسه جدا من الزمالك اللي هو قافل وباتشيكو مرصص اللعيبه وموقفها صح علشان يقفل زوايا التمرير على الرجاء. ولكن كان في لمحه الرجاء كان بيحاول استغلالها طول الشوط الاول ولكن بلا جدوى، وهي المساحه اللي ما بين نص الملعب بتاع الزمالك وما بين المدافعين، واللي كان ملهاش حل طول المباراه. اساسا طول المباراه شايفين في مساحه ما بين نص الملعب وما بين المدافعين، لعيبه الرجاء بتنزل في البوكت، شفنا كتير جدا سفيان رحمي بينزل في المنطقه دي، شفنا بين مالانجو، بين مالانجو كان مباع في المنطقه دي، كانت بالنسبه له بيته، كان بيخش ياكل ويتغدى ويتعشى ويفرش ويقعد في الحته دي ورا اسلام جابر وطارق حمد قدام محمد عبد الغني والونش. كان المساحه ما بين نص الملعب وبين المدافعين كانت كبيره جدا، لكن برضه الرجاء ما كانش عارف يستغلها. ليه؟ لان اول ما لاعب الرجاء بيستلم في البوكت او بيستلم ما بين الخطوط بتلاقي لعيب الزمالك قفلت عليه زاويه التمرير، فبيضطر يرجع لورا تاني ويبدا الهجمه من جديد. واللي كان مميز جدا بقى في الزمالك الشوط الاول، وهي التمركز والتركيز. الزمالك كان في المنطقه الدفاعيه او الترصيصه الدفاعيه اللي كان عاملها باتشيكو، كان مركز جدا 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 وكان بيتقنها بشكل كويس جدا، وكمان التحولات الهجوميه، التحول من الدفاع للهجوم بشكل سلس وشكل سريع وشكل منظم برده كان كويس. الزمالك الشوط الاول اللي كان مميز فيه واللي مخليه شكله تقيل واقف على رجله قدام الرجاء ان هو كان منظم التنظيم، سواء في التحولات الهجوميه من الدفاع للهجوم او المنطقه الدفاعيه او المنظومه الدفاعيه اللي باتشيكو عاملها، التنظيم كان اهم ميزات الزمالك الشوط الاول. بس كان في حاجتين انا ما كنتش فاهمهم او كنت مستني باتشيكو ان هو يصلحها الشوط الثاني او في الشوط الاول. اول حاجه وانه يخلي مصطفى محمد يضغط ضغط اكتر على بدر بنون. شفنا بدر بنون رغم طوله الكبير مصطفى محمد بياخد كل كره عاليه منه، وكمان شفنا ان بدر بنون على الارض لما كان بيضغط عليه لاعب من الزمالك كان احيانا ممكن يرتبك وممكن يغلط، فكان لازم مصطفى محمد او باتشيكو يكلف مصطفى محمد انه يضغط على بدر بنون ضغط شديد وعالي شويه. والحاجه الثانيه برده اللي كنت مقلقاني شويه ان في الحته الدفاعيه اسلام جابر وبن شرقي وعبد الله جمعه الثلاثي مش متجانس، الثلاثي مش فاهم بعض في الدفاع، فكنت بتلاقي نوعا ما شويه ارتباك، بس لعيبه الزمالك كانت واقفه على رجليها، والفوقان بتاع لعيبه الزمالك والتركيز بتاع لعيبه الزمالك ما خلاهمش يقعوا في هفوه من الهفوات، رغم ان لعيبه الزمالك ممكن تكون مش واخده على بعض في المركز ده.
وكان برضه الزمالك الشوط الاول بيعمل حاجه كانت عجباني جدا جدا جدا، وانه ما بيلعبش كوره على الارض، عارف ان في نص الملعب جنب طارق حامد واسلام جابر الاثنين مش فرجاني سياسي، فرجاني سياسي عندك مصاب او غايب مش موجود في الملعب، فانت لما فرجاني سياسي بيبقى موجود بتلعب كوره على الارض، علشان فرجاني بيعرف يطلع بالكوره من تحت لفوق كويس جدا على الارض وبيعرف يستحوذ على الكوره تحت ضغط، لكن انت دلوقتي تلعب بطارق حامد واسلام جابر الاثنين ممكن يفقدوا الكوره في منطقه خطيره عند الزمالك، فكان الزمالك ما بيعتمدش على الكوره على الارض بشكل كبير، كان بيعتمد على الكوره الطويله المباشره سواء لبن شرقي او لزيزو او لمصطفى محمد. الزمالك قدر يخرج الشوط الاول مستحوذ وكسبان 1-0. واحد يقول لي طب يا معلم انت عمال تتكلم على الزمالك والزمالك كان عامل الشوط الاول مميز، طب الرجاء ايه ظروفه وكان عامل ايه؟ اداء الزمالك وتنظيم الزمالك دفاعيا وتنظيم الزمالك هجوميا وتركيز لعيبه الزمالك وان لعيبه الزمالك واقفه على رجليها مبينه ان الزمالك فريق تقيل، فريق مش سهل، فريق مش بالسهوله اللي انت توصل لمرمى وتجيب في جون، ومنظم دفاعيا كويس جدا وواقف ومرصوص كويس جدا جدا جدا، ادى ان الرجاء شايفين ان هو ما فيش كلام اقول عليه اصلا، ان الرجاء ما فيش حاجه يعملها، نص ملعب الرجاء مش لاقي مساحه تمرير اللي هو يمرر كوره، العرجون المفروض هو العرجون الحاجه اللي قلتها حتى في حلقه ما قبل المعركه، ان العرجون لما بيستلم الكوره او بياخد الكوره بيبتدي يقدم لقدام ويدي الحفيظي ما بين الخطوط، لكن اللي شفناه النهارده ان تمركز لعيبه الزمالك كان مش مديه العرجون فرصه اصلا انه يلعب بالكوره او يخلي العرجون يستلم الكوره ويبتدي يتقدم لقدام ويعمل الشغل بتاعه، لا هو زوايا التمرير كانت مقفوله، شفناه في كذا مره حتى محسن متولي اي لاعب من الرجاء لما بيخش عمق الملعب عشان يبتدي يلعب كرة طويلة، لعيبة الزمالك مش بتضغط على اللاعب، لا، لعيبة الزمالك واقفة مرصوصة ما بتضغطش، ولعيبة الرجاء مش عارفة تطلع الكرة من رجليها، شفناها كذا مرة، شفناها كذا لقطة، شفناها كذا لقطة العرجون واقف قدام اسلام جابر واسلام طارق وقدام طارق حامد مش عارف يطلع بالكرة، شفنا محسن متولي واقف برضه قدام اسلام جابر وقدام طارق حامد مش عارف يطلع بالكرة، فاللي انت مش عارف تطلع بالكرة فالزمالك مرصوص كويس، عشان كده الزمالك الشوط الأول شكله كان مميز، فده اللي كان مخلي الرجاء مفيش كلام عليه، انت مش عارف تتكلم على الرجاء تقول ايه، الرجاء وحش ولا حلو، انت مش عارف، الرجاء مش عارف يأدي أصلا. الزمالك كان فيه مفاجأتين بالنسبة لي الشوط الأول كنت متفاجئ جدا 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 منهم، أول مفاجأة هي أحمد عيد، أحمد عيد قدم مباراة نوعا ما كويسة، قدم مباراة شفناها النهاردة اللي هو قدم مباراة كبيرة النهاردة أحمد عيد بصراحة، يعني أحمد عيد كنت قلقان منه، سفيان رحيم هيلعب عليه، كنت قلقان اصلا، كنت قلقان ان حازم امام يلعب على سفيان رحيم ففاجئت باحمد عيد، بس احمد عيد النهارده كان عامل مباراه عالميه، كان عامل مباراه عالميه، شكرا شكرا لاحمد عيد عمل مباراه كبيره النهارده. والحاجه الثانيه اللي كانت مفاجئاني جدا برده وهو اسلام جابر، اسلام جابر شفناه النهارده في التمركزات الدفاعيه كان كويس جدا، بيطلع الكوره من رجله كويس جدا، وبدنيا واقف على رجله لاخر دقيقه، كان مفاجاه كبيره جدا بالنسبه لي هو واحمد عيد، الاثنين قدموا مباراه مميزه جدا جدا جدا، الزمالك قدر يخرج الشوط الاول 1-0. قلنا الشوط الثاني الرجاء اكيد هيبقى داخل عاوز يضغط وعايز يجيب جول، وده اللي كان بيعمله السلامي في بدايه الشوط الثاني. السلامي في بدايه الشوط الثاني على طول غير، عمل تغيير، خرج نجومه وعلى طول نزل القصاصي جنب العرجون نص الملعب، هم اثنين هجوميين اكتر من اثنين دفاعيين، خلاص هو الرجاء نازل انا مش بقى الحاجه، هيجي فيا جول هيجي فيا اثنين مش هتفرق، بس انا المهم اجيب جول لازم اسجل في الزمالك، ده اللي شفناه ان هو نازل عايز يجيب جول، عايز يضغط على الزمالك، عايز يلاقي ثغرات في الزمالك، بس الزمالك برضو الرصه كانت مميزه، الرصه بتاعت الزمالك كانت مميزه، اللي انت واقف مرصوص مش مدي مساحه للرجاء، بس اللي انا ما كنتش فاهمه ان باتشيكو اتاخر قوي في التغيير، اللي انت شايف ان الباك الشمال نجاه زيزو قادر ياكل عليها عيش، بس زيزو انت مش مكلفه بادوار هجوميه كتير، فانت كنت ممكن تنزل اوناجما تاكل على قفاه عيش وتجيب جون واثنين وثلاثه. ليه ما عملش كده؟ مش عارف بصراحه، بس هو الشوط الثاني الرجاء اظهر لنا ان هو فريق كبير، اظهر ان الرجاء فريق كبير وفريق هيتعبك في مصر، نتيجه 1-0 نتيجه مش مريحه، انت كسبت بره ارضك 1-0 بس مش مريحه، ممكن تيجي هنا الرجاء يخطف فيك جول في اول دقيقه خلاص. هي اذا ما كسبتني في ارضي واحد انا كسبان دلوقتي في ارضك واحد، ممكن بدات شدت في المباراه بتاعت القاهره في البدايه يخطفوك جول خلاص رجعت الحياه هي، ولكن في حاجه اظهر ان الرجاء ان فريق كبير، لا فريق هيتعبك جدا في مصر، وكمان المميز عن الرجاء ان سجل الرجاء بره ارضه او نتائج الرجاء بره ارضها مميزه، نتائج الرجاء بره ارضها مميزه، بيعرف يكسب بره ارضه، السلامه مدرب بيعرف يدي اللعيبه دفعه معنويه ويدي لهم حافز ان هم يكسبوا بره ارضهم، فالرجاء فريق هيجي يتعبك هنا،
لازم الزمالك يبقى على اكمل وجه، لازم يبقى مركز جدا جدا جدا، لازم الزمالك يبقى مركز بشكل كبير معنويا وفنيا وتكتيكيا وكل حاجه، لازم الدعم يبقى على اعلى مستوى للزمالك. الزمالك قبل بطوله افريقيا او بعد مشي كارترون، بعد ما مشي كارترون كنا محتاجين مدرب بشخصيه كبيره، مدرب عارف يدير مباريات كبيره، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نجيب باتشيكو من تاني، وباتشيكو مدرب كبير شخصيه كبيره، عارف يدير المباراه بشكل كبير، بيعرف يدير مباريات كبيره، ما بيستعجلش في التغييرات، مدرب قاري المباراه، عارف هو بيعمل ايه، قاعد في المباراه قاعد على خط مش سرحان، لا قاعد مركز وعارف كل لاعب ايه مهامه وكل لاعب بيعمل ايه. شابوه لكل لاعبين الزمالك النهارده، ولازم نقول شابوه كبيره قوي 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 لابو جبل. ابو جبل النهارده عمل مباراه عالميه، شلك كذا كوره عالميه، واحده من سفيان رحيمي، واحده من بملانجو، وواحده من الفاول من اللي اتشاطت من نجاه. لا النهارده ابو جبل عمل مباراه زي ما اشدنا بمحمد الشناوي امبارح، لازم نشيد النهارده بمحمد ابو جبل. عمل اداء عالمي النهارده، الزمالك كل عمل اداء مميز، انا اتفاجئت. انا كزملكاوي كنت متفاجئ من الزمالك عمل اداء المباراه دي قدام الرجاء، كنت داخل المباراه خايف جدا من الرجاء، قلقان جدا من الرجاء، ولسه قلقان من الرجاء لان ما ارتحناش، احنا ما كسبناش الرجاء 5 في ملعبه، احنا كسبنا 1-0 بس. الرجاء هنا هيجي فريق كبير، هيجي ضاغط عليك، هيجي عايز يكسب، هيجي عايز يعوض النتيجه. فانت لازم 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 تركز في مباراة العودة. مبروك مبروك لكل جمهور الزمالك، هارد لك لجمهور الرجاء، فعلا هارد لك لجمهور الرجاء، فريق كبير، فريق عامل مباراة مميزة، هارد لك ان شاء الله يعني نكسبه برضه في العودة ونصعد الفاينل يعني بإذن الله. بس في الأول وفي الآخر ذكر رأيي أنا في مباراة الزمالك والرجاء، قول رأيك أنت في الكومنتس، قول لي توقعاتك لمباراة العودة، هل الزمالك هيقدر يحسم يوصل للفاينل في مباراة العودة، ولا الرجاء هيعمل الريمونتادا التاريخية ويصعد الفاينل من القاهرة؟ قول لي رأيك وتوقعك في الكومنتس، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب كمان واشترك وفعل الجرس عشان تجيلك الحلقات أول بأول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتنا في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى، أشوفك الحلقة الجاية. سلام.